الوضعيه هذه تاع الكفاح المتخرج تبي ديرها على وضعيه الركوز كلشي وعليها راهي مدى متخرج راهي متخرج فيها كون غير ينبح برك والله يجي هذا الجيش هو يقدر حتى ينزل حتى على 5 متر يقدر يقدر ينزل اللي قلت بلي هذيك الشيء هذاك اللي راه فيه يعيطوا لاهل الاختصاص هنا فين وهي مدى المتخرجه هذه حقها يا حمار هنا هذه الوضعيه الرقود هذه قلت بلي هذه راهي فيه ما مش مش هو يروح كامل هو يدير الوضعيه هذه هو اللي ما تعرفش مش مدعي كيما دار الوضعيه هذه هذه اي لعبت تدري كيف هذه كل عيطه بدي تجي لا في فوز عمل يقوم بالتكتيك هذه هذا كل تحتفظ وضع بجرة في المقابل هذا الشيء اللي كان كيف هذا يعطيها للزعمية معاه كم مكافأة أنا في في هذا يخلى في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في